بسم الله. موضوع كولر مابنج ده مهم جدا، بحيث ان لو انت شغال في المشروع تقدر تعرف من خلال اللون ده عبارة عن ايه، من غير ما تعمل سيلكت وتقعد تبص على الخصائص. اه خلاص اتعودت مثلا ان اللون الاحمر ده هو الهوت ووتر، ان اللون الاصفر ده هو الجاز، ان اللون دوت هو السانيتري. فعينك بتاخد على الالوان، اول ما تشوف اي لون تعرف ده ايه من غير ما تبص على الخصائص، ودي من الحاجات المهمة جدا. وفي دول عاملة كود خاص للدولة كلها، يعني لو انت عايز تسلم شغل لازم تكون ملتزم بالألوان ديت، وهو نوع من أنواع النظام وبيسهل جدا جدا الشغل، والواحد بيبقى خلاص يعني اتعودت على المعلومة ان هو مثلا الألوان دي بعرف ان دي خاصة بالفاير مثلا، ان الألوان دي خاصة بالستريم، ان الهيت اند كولنج ووتر بتاخد الألوان ديت، فبيبقى الموضوع أسهل وأبسط.